مش عبد الله ده منكم؟ عبد الله عمره ما كان مننا، ده واد جشع وطماع عامل زي الكلب المسعور، غير ان ما عندوش اصل يعض الايد اللي بتتمدله، بعدين خفيف يريل على اي عضمايه تترميله، وعشان كده زينب قدرت تمشيه زي ما هي عايزه. الواد ده انا طول عمري ما بحبوش، لا هو ولا زينب، بس كان حد يصدق اللي عمله ده؟ انا فكرت انه ممكن يعمل كده، فكرت ان زينبي الله يرحمه فكر في الكلام ده برضو، عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياه عينه، مش عايز اي حد يخش في اللي ملوش فيه. الا هو زكريا عامل ايه دلوقتي؟ زكريا الحمد لله رب العالمين، انا اطمنت عليه وهو في مكان كويس. عارف ايه؟ انت كنت معاه ولا ايه؟ لا يا فتحي ما كنتش معاه، بس انا عارف كويس هو فين وبيعمل ايه، وعارف انه اكيد هيوصل لحاجه. زكريا اصله اتحط في نفس الظروف اللي عملت ابوه وعملتني، وهيطلع منها كبير فعلا. بس زكريا مش هناك عشان الرجاله، زكريا هناك عشان متهم في قضيه قتل، مش اي قضيه، دي قضيه قتل ظابط، بس هناك اكيد هو وسط نسو، محدش هيبلغ عنه ولا ادخن تخين. بالمناسبه البركه فيك انت وصالح وفارس وسيف باشا. طبعا. الا صحيح يا سيف باشا، انت طلبتني ليه؟ عاوز مني ايه؟ كل خير يا باشا ان شاء الله، كل خير. جلال مش هيفيدك بحاجه على فكره خالص، المستقبل معايا انا. ويا ترى المستقبل اللي معاك ده شكله ايه بالظبط؟ شكله زي الفل بالصلاه على النبي. قول لي بس انك معايا وهقول لك هنعمل ايه بالظبط. طب وانا هستفيد ايه؟ هتستفيد كتير قوي. على الاقل يا باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها. بس اللي انا متاكد منه واثق فيه قوي انك ما عندكش اي حاجه تخسرها. فكر وخد قرارك وقولي بس انك معايا. القرار اللي هقوله لك لا يمكن تقدر ترفضه ابدا. عبد الله قدر يستغل الفتره اللي كان كل واحد فينا مشغول بهمه. صالح مشغول بسفره، فارس مشغول بابن جلال، جيهان بولادها، انا بقضيتي، حتى زكريا كان مشغول بموت ابوه والحمل اللي شايله له قبل ما يموت. وانا شخصيا للاسف كنت فاكر ان كل اللي بيحصل ده مجرد صدف، لكن اكتشفت بعد كده ان كل ده مترتب. ايه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد من اول قتل شريف اللي هو في الاصل محاوله لقتل زين العطار، مرورا بكل الاحداث اللي حصلت بعد كده لغايه ما عبد الله استولى على القصر. يعني ايه يا عمي؟ يعني عبد الله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس، عبد الله ادفع من ان هو يعمل كده. مظبوط يا صالح، في حد خطط لكل ده، عبد الله مجرد لعبه في ايده. بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي، المهم اننا نكسر اللعبه دي. رجوع عيلة العطار للقصر بقى شيء حتمي، لازم ترد هيبتها وبأي وسيلة، وده مش هيحصل إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول، إيد واحدة. كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام، كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة، وبالخطة دي هنقدر نرجع القصر. الحاج ما جاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا ايه؟ سيبك من الحاج صبري. الله، هو انا مش مالي عينيك ولا ايه؟ ناقص تقول لي استنى لما اسال عنك. لا زكريا، انت اشهر من نار على العالم، امال فين المأذون؟ وادي المأذون اهو، والمأذون جه اهو، وانا الشاهد الاول. وادي البطاقة. خلص
الكلام. بتعمل ايه يا زكريا؟ بعمل اللي كان لازم اعمله من الاول. لازم تبقى فاهم انه لسه ما اتخلقش اللي يكسر رقبه عيلة العطار. اعجل يا زكريا، ما تقلبش الفرح ميتم. مين اللي قال انه اتقلب؟ معتصم! اقعد يا مولانا. افتح دفاترك يا مولانا. افتح! الليله زي ما هي. فرح ايمان بنت المحمدي على معتصم ابن عبد الهادي. مبروك عليك يا حاج. زكريا بيقول لكم اطمنوا، هو راجع قريب. زكريا بعتك انت ليه يا نادي؟ هو اللي قالك ان احنا هنا في بيت مراد؟ لا يا ماما، انا اللي قلت لها على مكاننا. نادية تبقى مرات اخويا زكريا. ايه؟ زكريا مش متجوز غيري. استني يا هايدي من فضلك. ما اظنش ان ده وقت الغاز يا صالح. انت بتقول ايه بالظبط؟ يا عم سليم، ولا فيه الغاز ولا حاجه. دي الحقيقه وده اللي انا عرفته. نادية تبقى مرات اخويا زكريا. وهي حامل منه كمان. واللي قال لي على الموضوع ده هو حربي، لان هو كان شاهد على عقد الجواز بتاعهم. وزكريا جوزك ليه يا بنت الرايق على بنتي؟ اساله حضرتك، هو الوحيد اللي ممكن يجاوب على السؤال ده. تيجي ترمي بلاكي على زكريا ولا ايه؟ زكريا ما بيخلفش، وحتى لو كان الكلام اللي بتقوليه ده حقيقي فانت مش هيبقى لك اي لازمه بعد ما تخلفيه. ابن العطارين مش هيتربى في كباريهات. صح يا سليم بيه، ربوه زي ما انتوا شايفين، بس يا ريت تبعدوه عن الدم اللي انتوا غرقانين فيه. انت كدابه، وحربي اكيد كدب عليك. زكريا مستحيل يعمل كده. استني بس يا هايدي عشان نفهم، وتفتكري زكريا كان مخبي علينا ليه؟ انا وصلت الرساله. عندكم ابنكم بسالوه عن اذنكم. استني يا ناديه. يا جماعه انا شايف ان احنا ناجل كلام في الموضوع ده لحد ما زكريا اخويا يرجع. مش هينفع خالص اللي انتوا بتعملوه معاها ده، وزكريا اخويا مش موجود. صح، مظبوط يا صالح. تقدري انت تتكلي على بيت ابوكي دلوقتي يا بنت الرايق، ولما يظهر زكريا هنعرف اذا كان اللي في بطنك ده ابنه ولا لا. ده اذا كان في بطنك حاجه من اصله، ساعتها هيبقى لنا كلام تاني. قلت لهم ليه يا صالح؟ كان لازم يا ناديه اقول لهم، من حقهم يعرفوا. انا عايزك هنا تبقي في وسطينا. انا لما عرفت موضوع جوازك انت وزكريا قلقت عليكي، لحد يعرف ممكن يعملك اي حاجه، وقعدت ادور عليكي ما لقيتكيش، فتاكدت ان زكريا بيحمي مراته وابنه. عشان كده سبتهم يدبحوا فيا؟ لا اقسم بالله ابدا. انا كل اللي جه في بالي ان انا عايز الم الموضوع. انا مش عايز زكريا اخويا ادخله في حرب تانيه يخسر فيها كل اللي حواليها. ناديه أرجوكي، زكريا لما هيرجع هيحل كل حاجة صدقيني. طب هو قالك هيرجع إمتى؟ اللي عرفه هو اللي قلته. هو قال لي إن هو هيرجع قريب، مش عارف يكلم أي حد فيكم عشان تليفوناتكم كلها متراقبة، ولو عارفوا مكانه كل حاجة هتبوظ. زكريا أخويا عنده حق، ما ينفعش حد فينا يوصل للتاني. زكريا حواليه ناس كتير عايزة توقعه. يا نادي إحنا بنمر بأزمة كبيرة كبيرة، بس إن شاء الله هتتحل، صدقيني هتتحل. أهم حاجة لما يوصل لك عايزك تفهميه إن إحنا كلنا جاهزين، وإن العيلة كلها في ظهر كبير العطارين، زكريا العطار. نادية بعد إذنك ثواني عايزك. طب اسمع، بكرة الصبح عايزك تفضلي
هنروح مشوار مهم. مشوار مهم فين يا عم؟ ما هو ما ينفعش نرجع حق العطارين وفي واحد واخد من العطارين حتة. لازم كل حاجة ترجع في مكانها الأول. اللي حصل ده باطل. شرفت يا شيخ. ما تجربش من بنت يا معتصم، فاهم؟ إلا برضاها يا حاج. خلونا في المهم. العمودية ترجع تاني لعيلة العطار، وده عشان ننسى اللي حصل ونعتبر إنه أصلاً ما حصلش. عيلة عبد الهادي وعيلة المحمدي دلوقتي بقى ما بينهم نسب، يعني ننسى الخلافات القديمة. عايزين الخير يعم على الكل. أنا مش هغلط غلطة أبويا تاني. وأنت يا حاج وفيق، أوعى تفكر تغلط غلطتك دي تاني، عشان لو حصل أنا حامحي عيلتكوا كلها من الوجود. التجارة والعمودية هتبقى في إيد عيلة العطار زي زمان. الأراضي هتبقى تحت إيديكم انتوا الاتنين. شرق الرشاح هتبقى لعيلة عبد الهادي، وغرب الرشاح هتبقى لعيلة المحمدي. ده كلامي. إيه قولك يا حاج؟ نقرأ الفاتحة؟ جريت قبل كده غصب عني يا زكريا. يبقى تقرأها المرة دي بمزاجك. ها؟ إيه قولك؟ قلت ايه يا عم الحاج؟ احنا بقينا نسائي، ما تبصليش كده. نقرا الفاتحه.